يقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس من المؤمنين ويدع الكافرين ويمهل الكافرين ويدع الحاقدين بحقدهم حتى يدعوه، صححه الألباني رحمه الله تعالى. الحديث فيه فوائد عظيمة جدا يستفيد منها المؤمن، وبالذات نحن الآن في شهر شعبان وفي منتصف هذا الشهر تقريبا. الفائدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستوي على عرشه فوق سبع سماوات. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ذاته، قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان. ولكن نزول الله سبحانه وتعالى يا جماعة ليس كنزول المخلوقين، ولا يشبه نزول أي أحد من المخلوقات. نحن نثبت لله عز وجل صفة النزول ونعلم معناها، ولكننا ننفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، ما في شيء مثل الله سبحانه وتعالى أبدا. عشان كده العلماء قالوا كل ما خطر ببالك فالله فوق ذلك. مهما تخيلت في صفة ربنا سبحانه وتعالى مستحيل تشبه الله سبحانه وتعالى بشيء أو أن الله يشبه شيء، لأن ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان يدل على أن الله عز وجل في السماء، ويدل أيضا على أن الله في السماء قول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من في السماء هو الله عز وجل، بدليل الآيات وبدليل الحديث صحيح مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذن من الإيمان بالله عز وجل أن تعتقد أن الله في السماء. ويجوز السؤال بقولك أين الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الجارية وقال لها أين الله، ما جي لخبط لك زول بعشوم. اجل تعرفوا البعشوم ده هناك عندنا السعلب. المهم يجي واحد فوكس يقول لك لا لا ما بيجوز أزال الله بالأين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله، قالت في السماء، انتهى الموضوع. زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها كانت تفتخر على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. موضوع منتهي. وفي سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن،
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تاني ما بيزول يلعب يقول لا، إذا كان في السماء، السماء دي مخلوقة والله في السماء معناته جوا السماء، وكيف يكون الخالق جوا المخلوق؟ وانت قال لك في السماء دي جوا منه؟ كلمة في السماء، في السماء، قال لك ده معناته جوا منه؟ في لغة العرب كما نص على ذلك القرآن، خليك من أي قول أحد، القرآن الكريم كلام الله عز وجل، أن كلمة أو حرف في يأتي بمعنى على. ربنا قال فامشوا في مناكبها، يعني خش جوا الوطن لما تزعل الرزق، يعني تخش جوا الوطن، ولا فامشوا في مناكبها يعني على مناكبها، على أطراف الأرض بفوق، يبقى في بمعنى على. ربنا سبحانه وتعالى، خليك معايا، ما بخور بتاع واحد درويش، خليك معي. ربنا سبحانه وتعالى قال فسيحوا في الأرض، هل فسيحوا في الأرض معناته جوا؟ على ظهر الأرض، ففي بمعنى على هنا. ربنا سبحانه وتعالى قال لأصلبنكم في جذوع النخل، في يعني جوا ولا على جذوع النخل ببرة على ظهرها؟ على، يبقى في بمعنى على. يبقى ربنا لما قال أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من على السماء، أي أن الله عز وجل فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه، قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، رواه الإمام الذهبي في كتابه العلو، وصحه الألباني في كتابه مختصر العلو عليهما رحمة الله. موضوع ده ما فيه لكلكة ولا يجادل فيه إلا زول مجرم وإنسان ملحد في أسماء الله عز وجل وصفاته، زي ما بيعمل عباد القبور وأهل الطرق. واعلموا أن صفة العلو والاستواء لله جل وعلا أعظم الصفات، فلبس إبليس على عباد القبور لينكروا أعظم صفات الباري سبحانه وجل وعلا. مجارمة يا أخي، مجارمة، يقول لك لا لا لا، ما تقول الله في السماء، الله في كل مكان، إذن حددتها لي الله مكان؟ صحيح ولا ما صحيح؟ شوف أي زول يقول لك الله في كل مكان، حدد لله مش مكان، حدد له جميع الأمكنة، مش حدد لله مكان واحد، حدد لله جميع الأمكنة، في اللوضة، في البرندة، في الحمام، في هنا، فوق، كله. وهذا كفر وزندقة. أسمع الفائدة دي كويس. أي إنسان يقول لك الله في كل مكان، حدد له مكان ولا ما حدد؟ هو قال لك في كل مكان، هنا وهنا هنا، حدد له جميع الأمكنة، فده إلحاد في صفات الله عز وجل. لكن احنا ما بنكفر تعيينا، لأنه قد يكون جاهل متأول حتى تقام عليه الحجة بتوفر الشروط وانتفاء شنو؟ الموانع. عشان كده الشيخ العثيمين رحمه الله قال الزول اللي بينكر أن الله في السماء ويقول لك الله في كل مكان ما يجوز أصلي وراه. إمام جامع، إمام جامع، ملا فلو دلاقين جميع ألوان الطيف مكلفحة في رقبته، وبيقول الله في كل مكان ما أصلي وراه، شيل النعلات توكل على الله، صلي مع جماعة جنب الفرن، في أي اتجاه جنب الصيدلية، شوف لك أي جماعة صلي معاه وأي مسجد ثاني زالقين، ما بجوز أصلي وراه، تخارج طوالي توكل على الله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث، حين إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان، دي الرواية، ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة النصف من شعبان، ليلة فيها فضل. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيغفر للمؤمنين، دي في رواية، قال إلا لمشرك أو مشاحن، دي برضو رواية، إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك يهول بيقول يا زي ده، الكلمة دي شفتها؟
انا ما بقول هو مشرك تعيينا لانه قد يكون جاهل، لكن اقصد زي الكلمه دي يا ستي فلان. والغريب الانسان يكون كمان بتاع دعاء شركي ويكون خايب، بدل ما ينادي للراجل ينادي شنو؟ ينادي مرة ويقول ستي كمان. وربنا سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على شنو يا جماعه؟ النساء. يا جماعه الواحد لو دار ينادي يخلي الله ينادي غيره ينادي مرة؟ انا خاطبنا بعقولنا، قال اي احد غير الله عز وجل ما عنده حاجه. قال تعالى ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. تعرف الايه دي يعني شنو؟ ربنا قال اي احد بتدعو دون الله ليس بشيء ولا اي حاجه، مش كيس فاضي، هو ذاته ليس بشيء. شوف الايه دي، ربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. اي حاجه، شيخ، طريقه، فقيه، ولي، صالح، الله قال ما هو ماشي ذاته، ليس بشيء، ما في شيء، ما في شيء، اللي بتدعو ده ما في شيء، ما عنده اي حاجه، هو ذاته وليس بشيء، ليس بشيء. عشان كده ربنا قال وهو القاهر فوق عباده. لكن الناس يفهم كيف زي النوعيه دي وشيوخه وجماعه بتاعنا الطرق وعباد القبور وعباد القبب والاضرحه يفهموا بتين الكلام ده، يفهموا بتين. يا اخي ربنا قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. كلهم ستي فلانه وحجة علانه وكلهم ضبان، الله قال ما يخلقوها. تمشي تقول يا سيدي فلان اديني الجنه وضبانه ما بديك ليها، يخلق له جنه كيف باطنين وكرعين ونخرين وشعر وغير واصابعين. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مش ذا بس، الله قال وان يسلبهم الذباب شيئا. الذبابه تترك في صحن شيخ الطريقه سارق له تيس من الحله عامله مشوي او مصبي قدامه خاتيه، فجاء ضبانه شالت له لقمه قدره. الله قال الضبانه بتسلب سلب تقلع قلع، يبقى ابوك الشيخ ما قدر يقلع من الضبانه، والضبانه بقت اقوى من ابوك الشيخ. تيجي تقول لها اديني الجنه، الله قال يسلبهم الذباب، معناته ابوك الشيخ الضبانه سلبته سلب قلع بقوه عين كمان نع شالته من ابوك الشيخ. قاعد ببخور وقاعد دلوك ساكت، شالت البخور شالت البتاع ده وده قاعد ببخوره. ربنا قال وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ما يقدر ينقذ منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فربنا يغفر لأي مؤمن إلا المشرك البنادي غير الله أو لا يسلو حجاب تميمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمة فقد أشرك، أو يتوكل على غير الله أو يضبح في القبب والأضرحة والقبور. شفت كيف؟ ويعتقد النفع والضر في المدفونين تحت القبب والأضرحة ذيل. ده الله ما بيغفر له في ليلة النصف من شعبان. أو مشاحن، الإمام الأوزاعي قال المشاحن قال أراد النبي، أسمع الفائدة دي، قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاحن كل صاحب بدعة قد فارق الأمة. المشاحن قال المقصود، الأوزاعي رحمه الله قال المقصود بالمشاحن صاحب البدعة المبتدع، ده الله ما بيغفر له في ليلة النصف من شعبان. وبعض العلماء قالوا المقصود بالمشاحن المعادي والمباغت والعامل مشاكل مع الناس في امور دنيا، لكن الاوزاعي قال المقصود صاحب البدعه لا يغفر له في ليله النصف من شعبان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.